الله وبركاته. أهلا وسهلا إلى كل معلم ومعلمة يسعى إلى التميز في التدريس، إلى كل معلم يسعى إلى امتلاك الجديد في مجال التطوير التكنولوجي وتوظيف الجديد في مجال استراتيجيات التدريس المبنية على استخدام الرسوم والأشكال وكل ما يؤدي إلى توظيف العقل واستخدام إيجابي، وبالتالي تيسير عملية التعليم والتعلم لدى الأبناء في ظل جائحة كورونا وفي ظل واقع نحتاج فيه إلى أن نبسط ما يتم عرضه من مادة علمية على الأبناء. من المهم جدا اليوم أن نذهب مباشرة إلى موضوع في غاية الأهمية، هو ليس جديد وإنما هو قديم وجديد، قديم في الجهد الذي بذل من خلاله حول ما يسمى بخرائط العقل أو الخرائط الذهنية، وكيف نجح توني بوزان في توظيف ما يسمى بالخرائط الذهنية إلى أن تتحول إلى خرائط إلكترونية تستخدم في عمليات التدريس وتستخدم في التخطيط وتستخدم في الاقتصاد وفي التجارة وفي السياسة وفي كل أشكال الحياة حتى داخل البيت في الأمور المعيشية والتخطيط للحياة بشكل عام، وبالتالي الأولى أن تستخدم في التدريس. تعالوا مع بعض نشوف هذا الموضوع الهام جدا، لماذا استراتيجيات التدريس المبنية على توظيف خرائط العقل؟ إذا رحنا مع بعض وذهبنا مباشرة إلى النموذج اللي أمام حضراتكم الآن، إذا اتجهنا بشكل واضح إلى هذا الملف المهم للغاية وهو ما يسمى باستراتيجيات التدريس المبنية على خرائط العقل. خريطة العقل أو الخريطة الذهنية عندما نذهب إليها بشكل واضح في التطبيق اللي بين إيدينا بين إيد حضراتكم، هنجد إنه بشكل واضح جدا هذا المشهد الهام يتجسد في عدة نواحي مهمة للغاية، هي ما يلي: إن توني بوزان عندما نذهب إليه ونسأله لماذا اخترت خريطة ذهنية بشكل أو بآخر، ليه اخترتها، فهو بيجاوب بشكل واضح جدا إنه اختار الخريطة الذهنية لاعتبارات كثيرة جدا، منها أنها تلخص، أنها تبسط، أنها تسعى إلى الفهم وإلى تعميق أدبيات الفهم للمادة العلمية بشكل أو بآخر. النموذج اللي أمام حضراتكم ده الآن هو نموذج الخرائط الذهنية الذي يعني نبني عليه في التدريس وفي مجال الحياة. كيف يمكن لنا أن نجعل الخريطة الذهنية طريق للتميز في التدريس؟ بشكل واضح جدا كما قلت من المهم بمكان أن نطرح توقعاتنا. إيه؟ ما توقعاتي؟ توقعاتي في هذا اللقاء تتمثل في ماذا تعني الخريطة الذهنية؟ ما أهمية خرائط العقل في عملية التدريس؟ لماذا يجب على كل معلم ومعلمة أن يتقن مهارات خرائط العقل؟ كيف يمكن توجيه الطلاب داخل الصف عند تدريس المقرر الدراسي في تحقيق التميز في تبسيط المعلومة التي توضع بين أيديهم، و كذلك الاختصار والإبداع عند استخدام هذا النموذج وهو خرائط العقل. الهدف العام للقائنا وهو تنمية المعارف والمهارات والاتجاهات الإيجابية نحو توظيف واستخدام الخرائط الذهنية في مجال التدريس بشكل فعال.
هناك أهداف إجرائية يمكن أن نحققها خلال اللقاء، وهي على النحو التالي: كيف نشأت خرائط العقل؟ خرائط العقل لم تنشأ فقط مع توني بوزان، وإنما موجودة عبر تاريخ طويل بأشكال مختلفة، تمثلت في التبسيط والتلخيص من خلال الرسوم بأشكال مختلفة. كذلك يجب أن نميز أن هناك فرق بين خرائط المفاهيم وخرائط العقل. خرائط المفاهيم لها أشكال مختلفة ولها أليات وأدبيات مختلفة، بينما خرائط العقل أيضا لها شكل وأشكال أخرى تختلف عن خرائط المفاهيم ولها قواعد ومعايير خاصة بها. ماذا نعني بخرائط العقل؟ ما أهمية خرائط العقل في عمليات التدريس؟ هل يمكن لي أن أميز مراحل دخول المعلومة إلى العقل عندما أستقبل أي معلومة تدخل إلى عقلي؟ هل تدخل مباشرة أم أنها تخضع لآليات ما معينة ثم تبقى لفترة قصيرة، فترة طويلة إلى آخره؟ ما خصائص هذا العقل البشري، الخلية العقلية وأهميتها، خصائص ومكونات خريطة العقل؟ وهذا هو الأهم في لقائنا اليوم. ثم هل هناك قوانين لخرائط العقل؟ هل يمكن لي أن أصمم خرائط عقل في مجال التدريس مراعيا قواعد بناء وكتابة ورسم خريطة العقل، الخريطة الذهنية؟ هل يمكن أن أميز خطوات إعداد خريطة العقل؟ هل ممكن حضراتكم تطبقوا بشكل يدوي من خلال ورش العمل، وأنا من خلال خبراتي مع المعلمين والمعلمات وأساتذة الجامعة في أكثر من نشاط، شفت أشكال من الإبداع في خطوات تنفيذ خرائط العقل في مجال التدريس؟ وكذلك يمكن لنا في اللقاء أن نتعرف على نماذج لخرائط عقل باستخدام البرامج الإلكترونية وبرنامج توني بوزان الذي تم تطويره، وهو برنامج مدفوع يمكن الاشتراك فيه، وبعض الناس على الويب من خلال جوجل هناك نسخ مجانية تجريبية، وهناك نسخ أيضا يمكن توظيفها واستخدامها من خلال هذا البرنامج. هل يمكن لي أنا كعضو هيئة التدريس أو كطالب أن أكون اتجاه إيجابي نحو خرائط العقل؟ الأهداف اللي أمام حضراتكم دي لكل معلم يحاول أن يخطط أي درس في أي موضوع من موضوعات حياته، لابد وأن أعرف أن يتعرف أن هذه الأهداف تتنوع ما بين ما هو معرفي وبين ما هو مهاري وبين ما هو وجداني. ما هو معرفي هنا؟ بعد أن التزمنا بقواعد صياغة الهدف، من المتوقع بعد الانتهاء من البرنامج أو من اللقاء أن يصبح المشارك اللي هو المتعلم قادرا على أن، ودي شروط صياغة الهدف، المتعلم قادرا على أن يتعرف فعل مضارع على كذا بطريقة صحيحة، يذكر كذا، ده معرفي في مستوى التذكر، معرفي في مستوى التذكر، يستنتج أهمية خرائط العقل، ربما يندرج في تحت مستوى الفهم، القدرة على الاستنتاج، يميز أيضا مستوى الفهم، يتعرف خصائص العقل، معرفي تذكر، يتعرف قوة الخلية تذكر، كل يتعرف يندرج تحت التذكر، يحدد القوانين، قد يستطيع أن يحدد في فعل التطبيق، وقد يكون في مستوى استنتاج أيضا، فيكون في مستوى التحليل، وقد يكون في مستوى الفهم. يصمم خرائط عقل. انتقلنا هنا إلى مرحلة التطبيق وإلى مرحلة الهدف المهاري، بمعنى أصح أن أصبح يمتلك مهارة التصميم، يميز أيضا مستوى الفهم، يطبق مستوى التطبيق، يتعرف على النماذج في من خلال ورش العمل، مهاري، يرسم بمهارة نماذج، هذا جانب مهاري، يكون اتجاه، هذا جانب وجداني. طيب قل لي وسوف أنسى، أرني ولعلي أتذكر، أشركني وسوف أفهم، أريد أن تشتركوا جميعا معي في هذا السياق. أحسن وسيلة لاكتساب المهارات هي المشاهدة والممارسة، من خلال أسمع فأنسى، أرى فأتذكر، أمارس فأفهم. خريطة العقل هي هذا النموذج الذي نراه أمام أعيننا الآن. هذا نموذج مهم للغاية. الشكل ده شكل رائع، منظم، مبسط، يوضح لي
لماذا نلجأ إلى خرائط العقل في عمليات التدريس لكي نبسط المعلومة؟ شكل الخطوط كما نرى شبيهة ببصيلات بالشعر بالضبط، ليست منحنيا انحناء كامل وليست كذا، ولكن متعرجة تأخذ شكل الخلية العقلية في العقل يعني، وبالتالي حتى تبسط. لاحظوا في ألوان أيضا، لاحظوا في أشكال، لاحظوا في فرع رئيس أو ومنه فروع أرفع يعني عناصر بتبسط المعلومة. خريطة العقل في لقائنا ملخصة نشأتها، تعريفها، الذاكرة، العقل، مكونات خريطة العقل، قوانين خريطة العقل، خطوات خريطة العقل، استخدامات الخريطة الذهنية أو خرائط العقل. هل يمكن أن نستخدم خرائط العقل في فن الاستذكار؟ ما فوائدها؟ نشأت طبعا في العصر الحديث مع توني بوزان، موجودة عبر التاريخ، ولكن كقاعدة عامة ما فيش حاجة اسمها شيء جيد وآخر سيء، ولكن دائما الطريقة التي نفكر بها هي التي تجعل الشيء نفسه إما سيء أو جيد. كلام شكسبير يعني. هذا الرجل هو العالم توني بوزان، قال الخريطة الذهنية غيرت حياتي بشكل جذري إلى الأفضل، وهي قادرة على تغيير حياة الآخرين. التقيت في المملكة العربية السعودية في لقاء موسع وأجرينا معه حوار، وهو شخصية مرحة جادة، يعني معه فريق عمل يتميز بالقدرة على التنظيم، معه حقيبة مليئة بالأقلام الملونة، منظم ويعي جيدا ماذا يقول وماذا يفكر. هؤلاء الذين أصبحوا علماء لديهم، أصبحوا علماء لأن لديهم رؤية واضحة، لأنهم أكثر تفاؤل. ولو تلاحظوا أكثر تفاؤل باللون هنا الموف أو ده، يعني يعبر عن التفاؤل، أكثر تركيز عندما تنظر إلى السماء، لا يتقبلوا الرسائل السلبية، لديهم ثقة بالنفس، يسقطوا كلمة فشل من قاموسهم، لديهم القدرة على المثابرة وتحقيق الحلم. هنا يظهر التميز عندما نقول محمد علي كلاي رحمة الله عليه، أعظم ملاكم يعني في العصر الحديث في القرن العشرين، كان لو إنه في كل مرة بيلعب بنفس الطريقة كان خصمه هزمه، ولكنه يغير من الطرق. وهنا نريد أن نغير من استراتيجيات التدريس، نريد أن نغير من طريقة تلخيص المادة وتبسيطها، وهنا نتحقق أو يتحقق لنا ما نريده. توني بوزان باختصار أحبائي الكرام مؤسس ووضع خرائط العقل التي تعد أداة التفكير لتقوية الذاكرة. وهنا هو بيقول في كتابه أنه في يوم من الأيام وهو طالب بيدرس ذهب إلى المكتبة يبحث عن العقل يعني، فبيسأل أخصائية المكتبة فوجهته إلى كتب تتحدث عن تشريح العقل وما شابه ذلك، قال لا، ألا يوجد كتب في يعني تتحدث عن ما يمكن أن نصفه بخرائط الذهنية أو العقل نفسه وكذا؟ فلم يجد ما يصبو إليه، فعرف أنه على الطريق الواضح، وأنه لازم هو يكرس حياته للاهتمام بالذاكرة وخرائط العقل. له 82 كتاب وربما أكثر الآن في علوم الذاكرة والعقل والتعلم، أشهرها خرائط العقل، محل اهتمامنا، واستخدم عقلك واستخدم ذاكرتك، أسماء الكتب باللغة الإنجليزية، بعض الأسماء باللغة العربية، خرائط العقل، قوة الذكاء الروحي، قوة الذكاء الجسدي، خرائط العقل للأطفال، طفل الذكي، القراءة السريعة، قوة الذكاء الإبداعي، العقل أول. ماذا نعني بالخريطة الذهنية؟ وده أول شيء. خريطة العقل أحبائي الكرام من الفوضى إلى النظام، فهي مكتبة منظمة، ماشي الحال؟ هي مكتبة منظمة. طيب التعريف الآخر، هي خريطة طريق ترسم لك معالم اتجاهك. خريطة العقل تجعلك قادر على جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات في مكان واحد، تقديم نظرة شاملة عن الموضوع،
تحديد وجهتك أنت فين ورايح فين تتيح لك حل المشكلات باختيار أسهل الطرق، سهل جدا أن تقرأها وتتذكرها. لو حضرتك معاك كتاب صعب جدا وبدأت تلخصه وتعمله في شكل رسم وتضع الأفكار الرئيسة والأفكار الفرعية ثم تضعها تسكبها يعني على رسمة بطريقتك أنت وتحط أشكال تفكرك بالمعلومات، فأنت هنا بتستخدمها استخدام صحيح بشكل أو بآخر. الأمر الآخر أيضا هي جهاز فائق لاسترجاع البيانات، معلومات كتيرة جدا جدا بتلخص في مساحة ضيقة في رسمة واحدة، وبالتالي بنسمع عن كتاب كامل مجلد في خريطة ذهنية يقرأها من صاغها ومن وضعها. فهي جهاز فائق لاسترجاع البيانات، الوصول إليها يعني بيكون بشكل سهل جدا، وهي أداة تستطيع تحويل قائمة طويلة من المعلومات، تبعث على الملل يعني والضيق والسأم، تحولها إلى شكل بياني مبهج جميل يسهل تخزينه في الذاكرة أيا ما كان المادة اللي احنا بندرسها. هي تقنية رسومية بتمسك القلم وتعمل تقنية رسومية تساعد على استخدام طاقة العقل بتسخير أغلب مهارات العقل. عملية التذكر إذن تعريفات كثيرة، هي تقنية رسومية، هي خارطة طريق، أداة لتحويل المعلومات، جهاز فائق الاسترجاع، خارطة طريق، مكتبة منظمة. إذن اختار لك أي تعريف من دول، ولكن في النهاية يجب أن نعي أن عملية التذكر لما يجي يسألني أو أنا عايز أستدعي معلومة أو أستقبل معلومة، معلومة تدخل إلى العقل كما نشرح الآن ثم تستقر وتخزن في العقل حسب طريقة من يقوم بتوصيلها، ثم بعد ذلك عندما أسأل في الامتحان أو أسأل في موقف ما أستطيع أن أسترجع المعلومة بطريقتي أو بآلية ما. تذكر دخول استقرار ثم استرجاع. طيب الذاكرة فاضية، ثم لماذا الفيل هنا؟ لأن الفيل من أقوى الحيوانات قدرة على الذاكرة، ذاكرته قوية جدا. فعندما نتحدث عن الذاكرة هنا أتينا بصورة الفيل. الذاكرة أحبائي الكرام لكي تبقى جيدة لابد وأن يكون لدينا، الواحد بيذاكر ومبسوط لا ينسى المعلومات أبدا، بيذاكر وهو مبتهج ولديه رغبة كده ويلاقي الأستاذ بتاعه بيشجعه وبيعزز عنده الطاقات الخفية وبيشعر بأن في هدف بعيد المنال وتعزيز من البيئة، ده بنسميه اعتقاد إيجابي، يعني أن أنا هنجح وهتميز وهجيب امتياز، غير أستاذ حياته كلها مبنية على أنه يعقد الطلبة وأنه دايما اللي فيك فالح يبقى يقابلني لو نجح في المقرر بتاعي، لو شاطر لو أنت متميز يبقى انجح، يعني يعطي رسائل سلبية. نحن نريد الاعتقاد الإيجابي، نريد أن نشعر بالاهتمام، نريد أن نركز على آليات الفهم، نريد أن نكرر المعلومة حتى تثبت في الذهن، نريد أن نربط ونتخيل. كل الأطفال دائما يلجأوا في مرحلة إلى الخيال وإلى الربط حتى الكبار يعني، فلما تحب تحتفظ بمعلومة لابد وأن تربط بين الموقف وبين لحظة قراءتك للمعلومة وتتخيل. استخدام الألوان أمر مهم، المرح ووضع ما يؤشر إلى المرح أمر مهم، الحواس، صوتك، سمعك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، المبالغة تحط حاجة كبيرة جنب حاجة صغيرة، الرموز أشكال ودوائر وكذا، الإيقاع الصوتي، الأصوات وغيرها، التنظيم، الأرقام، الحركة، كلها أمور تؤدي إلى تنشيط الذاكرة. باختصار شديد لو ركزت على المركز الأول هتحقق الفوز، وهنا اعتقاد إيجابي. إياك تجعل عقلك الباطن يبقى رسائله سلبية، وإنما هو شريك في نجاح حضرتك يجب أن تصر عليه. الاهتمام، أحب أخليك تحب دائما ما تدرس، فالحب والكره ليس عملية لا إرادية. الفهم، لازم نقرأ الموضوع ونستوعبه وامسك القلم وعلم وكده، لأنك لما هتحط أرقام وخطوط تحت العبارات المهمة كلنا بنذاكر بهذه الطريقة، ما أجملها وما أجمل الكتاب المطبوع
وما أجمل أن تمسك القلم وتكتب بإيدك وتشوف بصمة خطك، وده اللي بيخليك تفتكره وانت أيام الامتحانات. التكرار بيعلم الشطار، تكرار المعلومة يساعد على تثبيتها بشكل أفضل. الربط والخيال، يجب أن نربط بين المعلومة وبين موقف ما حتى نحتفظ به بالذاكرة. الألوان أحبائي، اللون طاقة مشعة لها طول موجة وتردد، تقوم الشبكية العين بترجمتها. اللون مهم جدا، الألوان لها دلالة في غاية الأهمية. مثلا هنا الألوان دي، اللون الأحمر مثلا يعبر عن الدفء والطاقة، اللون ده بيستخدموه في مهدئ، فبيستخدم أحيانا في السجون وغرف النوم. هذا اللون أيضا يقال أنه يزيد الوقاية ويمنع العدوى. اللون الأسود أو البلاك ده مثبط للشهية، وهو تعبير عن الاكتئاب أو الحزن. اللون الأخضر يعبر عن البهجة ومتعة الحياة، وبالتالي ثياب الجراحين بتبقى بهذا اللون. اللون السماوي ده والأزرق مسكن، يساعد على الاسترخاء. اللون الأصفر يسر الناظرين بالنص القرآني، وبالتالي بيدهنوا به المدارس. هذا اللون أيضا هو لون المطابخ، وهو فاتح للشهية. إذا الألوان لها دلالات، والأساتذة اللي بيدرسوا في التربية الفنية علم الألوان يعرفوا ذلك جيدا. يجب أن أسعى حتى أحتفظ بالمعلومة في ذهني، يجب أن يكون لدي القدرة على التنظيم والترتيب. ولهذا جميل جدا أن الخرائط العقلية تستخدم في تنظيم المعلومات لكافة الموضوعات. الأرقام يا جماعة، إنك ترقم 1 و2 و3 و4 وتعلم طلابك هذا الكلام أمر في غاية الأهمية. المرح أمر في غاية الأهمية. إضفاء عناصر المرح والسخرية على المعلومات يجعلها أسهل في الحفظ. أيضا المبالغة، الاختلاف في الألوان، معلومة صعبة جدا تبدأ تحط صورة كده معبرة تخليك تفتكر الموقف ده أثناء الاختبار وأثناء الامتحانات. الرموز، الشمس الأم رمز الشمس، والأب رمز القمر، وهكذا. الإيقاع الصوتي مهم جدا، إنك تستدعي المعلومة من خلال إيقاعك الصوتي. الحواس أيضا، تنوع في تكرار المعلومة التي أود أن أتذكرها باستخدام أكثر عدد ممكن من الحواس. نسب التأثير يا جماعة مهم جدا. لغة الجسد وتعبيرات الوجه أمر في غاية الأهمية، وبالتالي الأستاذ هو بيشرح لغة جسده، ابتسامته، إيماءته، وبيشاور إزاي، بيتكلم إزاي، نبرات صوته، استخدامه للكلمات. نسب التأثير في غاية الأهمية. لو ملاحظين اللون الأحمر لغة الجسد وتعبيرات الوجه واخد نسبة كبيرة جدا، بينما الكلمات يدوبك 7%. تخيل بقى الأساتذة اللي بتقف تشرح طول المحاضرة، حياته كلها مبنية على استخدام الألفاظ والكلمات، مفيش صورة، مفيش لغة جسد، مفيش فيديو، مفيش كذا. الصوت طبعا مؤثر جدا، 28% جاي في المرتبة الثانية، إنما في المرتبة الأولى لغة الجسد. فخلي بالك يا كل معلم ومعلمة، ويا كل أستاذ بالجامعة، لغة جسدك مهمة وتعبيرات وجهك مهمة جدا. الحركة أمر مهم، أن تضع حركات، والحمد لله في تكنولوجيا الوقت وفي استخدام الوسائط المتعددة تستطيع أن تستخدم ده. عقل الإنسان أحبائي الأيسر والأيمن، المخ ده متقسم أيمن وأيسر، ولما عملوا دراسات لقوا إن الجانب الأيمن لهذا المخ اللي هو الإعجاز الإلهي لربنا سبحانه وتعالى، وأنا بتكلم معاكم الآن وأجتهد في تنظيم كلامي وترتيبه، مين اللي خلاني الآن مرتب في كلامي ومنظم، وفي لحظة ممكن أفصل منكم ولا أستطيع أن أتحدث بكلمة واحدة. عندما يصاب الإنسان لا قدر الله بنزيف أو بجلطة أو بكذا، نسأل الله السلامة لنا ولكم، يفقد التوازن ويفقد كل شيء، ويصبح غير قادر على أي عمل. كل ده لأن في خلل حصل في حاجة هنا، في حاجة في هنا، خلية حصل فيها حاجة. فبالتالي لما درسوا هذا الكيان الإلهي الإعجازي الرائع، لقوا إنه الخيال والألوان والتناسق والرسم وأحلام اليقظة والأصوات والألحان والموسيقى والمشاعر والحب والإبداع كلها موجودة في الجانب اليمين. الجانب الأيسر
لقوا القوائم، الكلمات، الحسابات، المنطق، الأرقام، التفكير، الترتيب، التحليل. هنا لغة اللوجيك، يعني حاجات منطقية، حاجات رياضية في الجانب الشمال. لما هنا ملاحظين الخيال وأحلام اليقظة والإبداع والحنان والحب والمشاعر موجودة في الجانب اليمين. طب مطلوب مني أنا إيه كمعلم؟ أركز على الشمال ولا على اليمين؟ والله حسب كل مادة، ويجب أن نركز على الاثنين، لأنه الحقيقة أن الإنسان كل متكامل لا يمكن تجاهل جانب على جانب آخر. وبالتالي الحديث عن الأهداف المعرفية والأهداف المهارية والأهداف الوجدانية حتى نحقق التكامل لتلك الوظائف المهمة جدا، ولا يتعارض المخ الجزء الأيمن مع الجزء الأيسر. طيب، طبعا الكلام ده تفاصيل لا نريد أن نقف أمامها. خلايا العقل شيء عظيم جدا. هل خلايا العقل تموت؟ بتموت، ولكن الأصلي شيء رائع جدا. ربنا سبحانه وتعالى يعطينا ويبقي لنا ما يجعلنا نفكر. ولهذا حتى لو بنفقد يوميا مليون خلية عقلية، لو قسمنا المفقود على عدد أيام السنة 365 وحسبنا متوسط الفاقد في دورة حياة على مدى 100 سنة، فإن النسبة تصل ل1% فقط سنويا. العقل الذي يسكن جسم صحيح لائق بدنيا لا يصاب بأي فاقد يذكر لخلاياه وإنما ينمو. وإحنا في رمضان الصوم جنة، أي وقاية، وهذا الصوم نعمة كبيرة جدا للناس بشكل عام على مستوى الكون كله، ليس فقط لمسلم. ولا الصوم ده يعني فيه حياة، وبالتالي فرض الصوم على الأمم عبر التاريخ لما فيه من فائدة، لأن العقل السليم في الجسم السليم. وربنا سبحانه وتعالى يريد للأجسام أن تبقى يعني قوية، ويريد للعقل أن يبقى قوي. النحلة دي آية من آيات الله، تخيل بتقوم ب24 وظيفة في وقت واحد، تعتني بصغرها، بتجتمع في تجمعات، بتنتج العسل، تتواصل مع النحل، تتذكر، ترى، مهندسة معمارية، بتشم، تفكر، تتذوق، تميز، ترقص، تلمس، تطير، تحارب، تتناول الطعام، تسمع مثلنا، تنظم، تتخذ قرارات، تتكاثر، تضبط درجة الحرارة، وتبحر فوق الأشياء. النحلة بتقوم بكل ده بواسطة بضعة آلاف من الخلايا العقلية، وإحنا شوف معانا ملايين الخلايا. هل وصلنا نحن إلى أقصى ما يمكن أن تقدمه لنا خلايانا العقلية التي تقدر بالملايين؟ هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. هنا نأتي مباشرة إلى مكونات خريطة العقل. تفضل حضرتك، لازم يبقى معايا ورقة زي دي، عقلي، ثم ورقة بيضة، ثم أقلام ملونة، ثلاث أقلام، وبعدين خيالك. يبقى إذن عقل، ورقة بيضة، ثلاث أقلام، خيال. الورقة دي المفروض إن أنا أقسمها أو أخليها كده كأنها أربع تربع، يعني كده طبقتها أنا، وبعدين أرجع أفردها تاني وأبدأ من هنا، من المنتصف ده، من البؤرة دي، المفروض أبدأ من هنا. طيب، جبنا الورقة البيضة وخلناها بالعرض، وجبنا الثلاث ألوان، وحددنا الموضوع. اختار حضرتك بتدرس ايه في اي مادة، خطط للموضوع ولخصه، وجمع المواد والبحوث والمعلومات. البداية دائما تكون في المركز بصورة بلا إطار، اهي زي التورتة دي كده، صورة بلا إطار، ما يعملهاش بقى في مربع أو في مثلث، أو خلاص صورة بلا إطار، زي ما شفنا الفيل كده من شوية. أستخدم الكلمات المفتاحية اللي هي بتعبر عن الموضوع، خريطة ذهنية مثلا، كلمة مفتاحية، أهميتها، نشأتها، العقل، الذاكرة، لماذا التلخيص بكذا، كلمات المفتاحية. استخدم صورة بالأبعاد وبثلاث ألوان قدر الإمكان، والحمد لله ده متاح عن طريق البرامج الآن. اجعل الفروع أقرب إلى الوسط ومتموجة كده، زي الشعرة كده، جميلة، تدي إحساس جميل. تتفرع خطوط أضعف عند النهاية، جميلة جدا، زي الشرايين كده والأوردة اللي خارجة منها الضعيفة. خلية العقل، استعمل الصور بشكل أفضل، حط الصورة أمام الجزء اللي بيناسبها أو بيعبر عنها.
ضع الصورة أو الكلمة فوق الخط، أوعى تحط الصورة تحت الخط، الصورة تبقى فوق الخط زي كده. استخدم الألوان بشكل خاص، حط كل لون بدلالته. ابدأ برسم التفرعات من اليمين إلى اليسار أو زي ما تحب. آدي أول شيء، استخدام لون للعنوان في المركز استخدمناه، اللون الأحمر. استخدم لون تاني للعناوين الفرعية، استخدمنا لون تاني، أدا لون وأدا لون وأدا لون، صح؟ 3 ألوان. طيب، جينا أو وضعنا فرع أحمر، ده لون أحمر وده لون أزرق، صح؟ أنت براحتك. الصور الملونة لها سحر رائع، حط الصورة، النقود تعبير عن الاقتصاد، العربيات تعبير عن النقل، النظارة تعبير عن النظر والتركيز، الأجندة تعبير عن الوقت، التليفون تعبير عن الوقت، إلى آخره يعني. ارسم بطريقة مضحكة، زخرفية، مجسمة ثلاثية، جميل جدا. عايز ارسمها، ادي يا سيدي جاب الورقة اهي وبدأ هيرسم، هيحط الصورة هنا ويبدأ يرسم. تنينا الورقة البيضة من جميع الجوانب وبدأنا من المنتصف، اوعى تنسى من المنتصف. وبعدين الله، يلا نعمل ورشة عمل، كل واحد يكتب هواياته. فكتب، حط ايده كده وقال هواياتي، الله، طلع منها القراءة والرسم والرياضة والحاسوب، بسيط. وبعدين استخدم الألوان، اللون الأحمر للإثارة، البرتقالي للشهية، الأصفر للنشاط، الأخضر للاتزان، الكحلي للرومانسية، إلى آخره. طيب، وصلت الفروع الرئيسة بالفكرة المركزية أهي، أدي الفكرة المركزية أهي، وبعدين أدي الفرع الرئيس، وبعدين أدي الفروع الفرعية. آه كده صح، إنما كده غلط. الخلية أو شكل الخط ما يبقاش كده، لا أفقي كده ولا كده، خالص غلط. فهو عامل لك غلط، أوعى تعمل كده أبدا أبدا. جزء ده لا، إنما ده صح. ركزوا، يومي يومي، الشمس أهي طالعة، وش جميل، العمل، الأسرة، الهوايات، الأصدقاء، الرياضة. هواياتي بدأ يحسنها قوي، فبدأ قراءة حط الكتب، ملاحظين؟ رسم حط الرسام المرسم، رياضة حط ده عشان يفتكر يا جماعة، حاسوب حط الكمبيوتر اهو والاسطوانة ويطلع منه الكلام اللي هو عايز يعمله. أول خريطة عقل، العنوان في المركز، صورة للعنوان، استخدام الألوان، رسم فروع رئيسة منحنية، رسم فروع ثانوية منحنية، كتابة كلمة رئيسة في كل سطر، رسم صور على الفروع ووضع الأرقام. بقول لك مبروك، انت رسمت اول خريطة عقل خاصة بك، وانت الان على استعداد لاستكشاف عالم مثير لتطبيق خرائط العقل في حياتك. هنا واحد عامل خريطة عقل في قواعدها، الورق والشكل والاستخدام والخطوط والاسلوب بالقواعد، يعني ازاي تصبح دبلوماسي من خلال مهارات التواصل والتهذيب والتحكم بالعواطف ومعرفة الاوضاع الصعبة، تكوين علاقات مع الآخرين، الاستماع بشكل جيد للآخرين، استخدام لغة الجسد، جميلة جدا. الأهداف، وجهات نظر الآخرين، معمولة بصورة خريطة ذهنية جميلة جدا. التخطيط من خلال الأهداف والبرنامج وتحديد الأهداف ومتطلباته والمبادئ، رسمة أخرى. مهارات الاتصال الفعال، الإيجاز والاختصار، الوضوح، الواقعية، اللطف، استعمال المفردات، تنسيق الفكرة. اعمل ده في موادك، شغل الولاد عندك الطلبة واشتغل كده. من أنا؟ أنا مين؟ ها؟ لازم أعرف نفسي، ومن هي، ما هي النفس، وبعمل إيه مع الآخرين وبوصل لهم إزاي؟ يا جماعة، خريطة ذهنية تستخدم ليس فقط في الدراسة، وإن كان خطابنا لمن يقوم بالدراسة والتدريس، تستخدم لتحسين الذاكرة، تستخدم في الخطابة، لتسجيل أرقام الهواتف، للتخطيط، في كتابة المقالات والبحوث، في طلبات المنزل، في الترتيب، في الألعاب، في الدورات، وضع الأبناء في البيت، اتخاذ القرارات، عمل الجداول الدراسية، التعبير عن المشاعر، تلخيص الكتب، المدرسين اللي معانا في الشرح، لبناء المشاريع. قالوا لما أبراج التجارة وقعت، المهندسين اللي جم ومعاهم كروكي لخرائط عقل للمباني الجديدة، لوحة شرف في المدارس. تستخدم في التواصل، في الإقناع، في التخطيط،
في بدء مشروع تجاري في تلخيص كتاب واحد في صفحة واحدة. تواصل أهو، جميل جدا، تخطيط لعرض الأفكار، رسم خريطة العقل، الاستعداد، الثوابت إلى آخره، السعادة في الرزق، في تقوى الله، في بر الوالدين، في الصحة والرياضة، في الخشوع في الصلاة، في سداد الديون، فن صناعة القائد، كتابه كامل ملخص، وصاحبه عامله كده بخط إيده. كل واحد على فكرة بيقرأ الخريطة الخاصة بيه. الإقناع والتفاوض مع الآخرين، الإقناع والتفاوض مع الآخرين نموذج جميل. بدء مشروع تجاري أهو، المهندس بيرسم خريطة عقل بالأقلام الملونة، وشيء جميل جدا. مشروع التجاري حط الرسمة وبدأ يعمل ويرسم ويخطط، أظن شيء رائع. أيضا تلخيص كتاب مفاتيح النجاح. فوائد الخرائط الذهنية، لو سألتكم هذا السؤال، بجمع أكبر قدر من المعلومات التاريخية، الجغرافية، اللغوية، الرياضية، العلمية، برى الموضوع بنظرة شمولية، بخطط وأعمل اختباراتي واختياراتي بشكل جيد، بأمتع نظري وبقرأ بشكل سريع، أكثر فعالية في حل المشكلات. هذه صورتي أنا وتوني بوزان وأحد مساعديه، الراجل ده الدكتور ده أيضا، أثناء لقائي بهم في الرياض ضمن ورشة عمل كان يقوم عليها توني بوزان. كلمة أخيرة، ربما سنحدد اتجاهاتنا بالحياة بشكل صحيح. أيضا عليك دائما أن تبادر إلى البداية، فالبداية دائما يجب أن تكون من خلال التأكيد على قدرتي على أن أميز وأن أكون مقتنع بما أقوم به في حياتي، وهذا ما نريده دائما وأبدا أحبائي الكرام. هذا هو النموذج الذي أردت أن أضعه بين أيديكم اليوم، خرائط الذهنية كنموذج مهم يجب على كل معلم وعلى كل معلمة وكل أستاذ أن يسعى إلى تطبيقه وإلى امتلاكه وإلى العمل بهذا النموذج. ياريت نطبق ده، وياريت نمسك الورق والقلم وفي رمضان وغير رمضان ونضع خطط اليوم للقراءة وللعبادة وللعمل وللترفيه وغيره من خلال استخدام هذا البرنامج المهم. هتلاقوا تطبيق توني بوزان موجود متاح مجاني لمدة أسبوع أو أكثر، وفي تطبيقات أخرى متاحة بشكل مجاني، فيرجن يعني أقل شوية، ولكن كل الإمكانات موجودة فيه. هذا النموذج أحبائي هو استراتيجية تدريس مهمة يجب أن نمتلكها ويجب أن نسعى إلى توظيفها في الجامعة وفي التعليم العام، وطلبة الثانوي المحتارين بين التابلت وبين الاختبارات الإلكترونية ويا ترى الامتحان هيجي إزاي، يمكنك أن توظف ذلك من خلال وأنت بتراجع المواد بتاعتك تطبيق استراتيجيات الخرائط الذهنية. فهي استراتيجية مهمة تنمي الإبداع، تلخص المعلومات، تسعى إلى تحقيق ما يجب أن يتم تحقيقه دائما وأبدا. كنت معكم في هذا اللقاء السريع، أتمنى أن تكون قد وصلت لكم معلومات اليوم بشكل واضح، أتمنى أن نترجم ذلك إلى حقيقة. ورشة عمل مهمة للغاية لتطبيق هذا الأمر من خلال تخطيط الدرس ومن خلال تنفيذ الدرس عبر الخرائط الذهنية. هذا نموذج يجب أن نقوم به إن شاء الله. ألتقي بكم دائما على خير، دمتم في أمان الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، في أمان الله. إلى اللقاء مع موضوع جديد ومع لقاء جديد واستراتيجية جديدة إن شاء الله. ألتقي بكم على خير. دكتور صلاح عبد السميع.